حبيت اني اقول لكم مساء الخير. هاي هيك محطة اجيت سبيشال خصوصي من البيت عشان اشوفها وعشان افرجيكم اياها لانكم كلكم بتعرفوها، ولكن عشان اتاكد من الخبر اللي وصلني انه هاي العين وهاي المحمية راح تتحول انه يصير عليها رسوم دخول ويصير عليها دفع. الاشي محزن شوية، ولكن مش غلط انه الناس تحافظ على النظافة، والناس شكلها بدهاش تحافظ على النظافة، بدهاش تحافظ على المحلات غير لما بتكون بدفع. انا موجود في عين المجدل او ما تعرف العين المدورة، اليهود بسموها بالعبراني علويز عين نون، طبعا هي عين ما يجاري طول ايام السنة اسمها عين المجدل. واليوم بالفترة الاخيرة بلدية المجدل عملت لها ترميمات، وكلمة حق لبلدية المجدل عملتها ترميمات بمستوى 5 نجوم في تاريخ 10/8، هيك بحكي للحارس اللي هنا. لحد اليوم هي عملوا لها من 1/8 إلى 10/8 الدخول مجانا، بعد 10/8 راح يصير عليها رسوم دخول. قديش رسوم الدخول أنا ما بعرف، والحارس هنا ما بعرفش. نتأمل أن تكون الإشي رمزي اللي تظهر كل الناس يجي لهنا، والكل يقدر يشارك، والكل يقدر يجي ينبسط بهالقعدة اللي بتسوى الزيارة. أنا جيت عملت، أنا بصوركم قاعد أفرجيكم المسار الدائري اللي هو مسهل لكل إنسان، الله يعطي الصحة للجميع، العرباية بنفع ومشي بنفع، أولاد كبار أولاد صغار بنفعوا وكبار بنفع. هذا المسار، هذا المسلك، ياتوا شايفينه قديش حلو ومرتب. وهي هنا في عنا عشب أخضر وقاعدة للديشة، ديشة قاعدة حلوة كثير. وفي عنا هنا منصة اللي بيعملوا عليها الفعاليات أو اللقاءات أو اللي هو مش شو، كل واحد حر شو اللي يسوي. المجدل، المجدل تقع شمالي مدينة طبرية وغربي بحيرة طبرية وشرقي قرية المغار، شمالي قرية وادي الحمام. وهينا بلشنا نقرب على الاشي الحلو اكثر واكثر. شوفوا في عنا هنا طاولات، في عنا قاعدة كثير كثير حلوة. يعني انا بنصح الجميع، انا ما بعرف قديش رسوم الدخول، بس بتسوى انه الواحد يجي لهنا يقعد هو وعياله، بسوى الواحد يجي هو وعياله لهون. وهينا جهزوا حالكم عشان افرجيكم العين والبركة بعد ما رتبوها وبعد ما رمموها بشكل بالفعل شكل 5 نجوم. سعد مساكي معلمتنا مرشدتنا تمام شحادي، هيها شوفوا البركة اللي بالفعل تستحق الزيارة. أنا مش راح أحكي ولا شيء، أنا راح أعطيكم تتفرجوا لحالكم على العين وتسمعوا صوت المي.
تحياتي وأشواقي لشاعر فلسطين الأستاذ غني عن التعريف الأستاذ موسى الحافظ أبو حافظ، وهي بهديك سلامي من قرية المجدل المهجرة قضاء طبرية. طبعا بناء على طلب وتوجيه من الأستاذ الكبير موسى حافظ حكالي، قال لي يا عمي وجي الأحلى إنه تكون الكاميرا بالعرض، هيك بكون مجال الرؤية مفتوح أكثر، وأنا بحبه لأبو حافظ وبدي أرد عليه. بنقول لكم سلامات، يعطيكم العافية، وإن شاء الله لنا لقاء.